أعزائي المتعلمين، نتوجه إليكم بهذا التسجيل الذي يوضح كيفية معالجة المقالات الفلسفية والنصوص الفلسفية، وهذا التسجيل خاص بالسنة الثالثة آداب وفلسفة. وقبل أن ندخل إلى قضية تحليل المقالات ومعالجة النصوص الفلسفية، نورد هذا التنبيه: يجب أن يدرك المتعلم اليوم أن التعليم غادر مرحلة التلقين وتوجه إلى مرحلة مناقشة المعلومة وفق معطيات سابقة، لذا وجب على المتعلمين أن يضاعفوا رصيدهم الفكري والفلسفي وأن يعملوا على الاستفادة من الوسائل المتطورة التي يشهدها عصرنا هذا. لكن يجب أن نتعامل مع المعلومات المعطاة إلينا بذكاء، وعلينا أن نمارس النقد والتحليل على هذه المعلومات، ويجب أن يظهر رأينا إزاء هذه المعلومات شرط أن يستند إلى دليل، فالدليل سيد الاتباع، وعلى المتعلم أن يفهم جيدا أن هضم الدرس يحتم عليه التحضير المتواصل بكل جدية، وأن النجاح يتطلب مزيدا من الجهد والعمل. وقبل أن ندخل الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج، وجب أن ندرك حقيقة المقالة الفلسفية والنص الفلسفي. بداية بالمقالة الفلسفية، المقالة هي عملية عقلية منظمة تنظيما معينا، وليس كل قول هو مقالة، لأننا في المقالة نمارس عمليات الاستدلال العقلي من تحليل وتركيب واستنتاج وفق نسق منطقي منظم.